موضوع خطير، لانه لو تم اهماله ممكن يؤدي الى العمى. وانا شهدت حاله لبنت صغيره فقدت البصر في عين واحده لان امها اهملت علاج التهاب الملتحمه. شريف باشا اهلا وسهلا. الملتحمه هي الغشاء اللي بيغطي العين والجفون من جوه. في الاطفال حديثي الولاده وفي الاطفال الكبار بيحصل كتير ان الملتحمه ديت بيحصل لها التهاب. الاعراض تتراوح ما بين اعراض خفيفه خالص الى فقد البصر بالكامل. علشان كده لازم كلنا نبقى عارفين الموضوع ده كويس، نبقى عارفين كويس ازاي نتعامل معاه. وانت دكتور رماد ولا دكتور اطفال؟ التهاب الملتحمه حاجه تخص دكاتره الاطفال، ودي جزء من شغلنا اليومي. علشان كده اذا شفت طفلك في عينه التهاب ممكن تروح لدكتور الاطفال قبل ما تروح لدكتور الربع. الانواع الرئيسيه بتاعت التهاب الملتحمه هي اول واهم نوع هو البكتيري، بيمثل نسبه 80% من الاسباب، والنوع الثاني هو الفيروسي ونسبته 13%، في نوع ثالث بسبب الحساسيه وده نسبته 2%. اشهر بكتيريا بتؤدي الى التهاب الملتحمه في الاطفال انا هحط اسمها هنا، واشهر فيروسات هحط اسمها هنا، واخطر فيروس الهيربس. اعراض التهاب الملتحمه بتاخد شويه مراحل، من اهمها احمرار على الجزء الابيض، علشان كده بيسموا العدوى دي بالعاميه بينك اي او العين الورديه، وبالالماني بندهاوت انتسونونج. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاه على النبي. كمان بيحصل حرقان في العين، تلاقي العيل عمال يدعك في عينه جامد قوي، وكمان ممكن يحصل حساسيه ضد الضوء، وممكن الجفن نفسه يتنفخ ويحمر ويسخن ويلتهب، وبعدها بيبدا تكوين افرازات ممكن تتجمع عند زاويه العين الداخليه، لان القنوات الدمعيه موجوده هنا عند زاويه العين. اول نوع اللي هو البكتيري ده بيتميز بوجود افرازات صديديه بتتجمع على زاويه العين، بتؤدي لان الجفون والرموش بتلزق في بعضها، وخاصه الصبح بدري لان الافرازات نشفت طول الليل، لدرجه ان الطفل بيلاقي صعوبه ان هو يفتح عينيه، والافراز ممكن يكون لونه ابيض او اخضر او اصفر. اما الالتهاب الفيروسي الملتحمه الافراز بتاعه بيبقى رقيق شويه عن الافراز الصديدي، وجود بثرات صغيره يعني حويصلات شفافه صغيره موجوده على الجلد بتاع الجفون او موجوده حوالين العين. البثرات دي اول ما نشوفها دي علامه تحذيريه خطيره، لان ممكن تكون هيربس اللي لو ما اتعالجش كويس بمضاد للفيروسات زي الاسيكلوفير ممكن ينتشر في الطبقات الداخليه بتاعت العين، لدرجه انه ممكن يوصل للعصب البصري ويؤدي الى فقدان تام للبصر. طب ازاي اصلا طفل بيتعدي للبكتيريا او الفيروس اللي بيجيله في عينيه؟ عن طريق التلوث او التواصل مع شخص معدي بالفعل، زي عن طريق الفوط. كل الاسره بتمسح وشها فوطه واحده وفي شخص معدي وعنده التهاب وبكتيريا، زي استعمال مناديل ملوثه او كيس المخده نفسه عليه البكتيريا من شخص عنده التهاب في الملتحم، او الطفل لبس نظاره شمس بتاعت شخص عنده التهاب في الملتحم. نزلات البرد، لان انف الطفل بتبقى مسدوده بالافرازات، القنوات الدمعيه بتتقفل ويؤدي الى تراكم الدموع على العين، وهو بيئه ممتازه لان البكتيريا تكبر وتتكاثر على العين، وبالتالي هتكون صديد، والصديد يسد القنوات الدمعيه اكتر، والوساخه تيجي على العين اكتر، فبكتيريا تيجي اكتر، فهي عباره عن حلقه مفرغه من التلوث اللي بدا يصيب العين. عند البيبيهات الموضوع ده شائع جدا، علشان القنوات الدمعيه اللي بتبقى موجوده في الانف بتبقى ضيقه بطبيعتها، وساعات الانف بتكون مقفوله بالافرازات بتاعه الولاده، مما يؤدي الى الحلقه المفرغه اللي احنا لسه قايلين عليها وتراكم البكتيريا وحدوث التهاب الملتحم. طيب ازاي بنعالج النوع البكتيري بتاع التهاب الملتحم؟ مهم جدا قبل ما نبدا العلاج ان احنا بناخد مسحه من الافراز الموجود على العين ونبعتها على المعمل، بنزرعها في مزرعه بكتيريه علشان نعرف البكتيريا المسببه للالتهاب بالظبط ومدى استجابتها للمضاد الحيوي، لان بعض البكتيريا بتبقى مقاومه للمضاد الحيوي وحساسه لمضاد حيوي تاني. هنبدا فورا بنقط مضاد حيوي للعين، واهم مضاد حيوي هو الجنتامايسين. هندي نقط العين 3 مرات يوميا للعينين الاثنين لمده اسبوع، حتى لو الاعراض راحت بعد يومين لازم نكمل ال7 ايام. كمان مهم ان احنا ننظف العين بشكل منتظم، حته شاشه صغيره نظيفه وبننظف بيها العين. اذا كان التهاب الملتحم في العينين الاثنين بننظف كل عين بدريسنج مختلف عن الثاني. كمان ممكن نجيب كيوتيب او اللي هي السلاكه بتاعه الاذن وننظف بيها بكل حذر زاويه العين ونشيل بيها الافرازات، مع العلم انه ان احنا ننظف بنفس السلاكه العين الثانيه علشان ما ننقلش العدوى من عين الى اخرى. في جنتامايسين بيبقى في صوره مرهم خاص بالعين، وده برضو ممكن نستخدمه 3 الى 4 مرات يوميا للعينين الاثنين لمده اسبوع، ولكن ما بيبقاش عملي قوي لان استخدامه مش سهل، بيلزق العين وممكن يوسخ كيس المخده. اما النقط فاستخدامها سهل وسريع. بالنسبه للعدوى الفيروسيه واهمها الهربس، فدي علاجها نقط للعين فيها اسيكلوفير وهو مضاد للفيروسات، بيستخدم 3 مرات يوميا للعينين الاثنين لمده 7 ايام على الاقل. اذا لاحظنا ان مفيش تحسن لازم نرجع للدكتور تاني او نروح لدكتور العيون. نمنع الموضوع ده عند البيبي من خلال ان احنا نعمل مساج بكل حذر على الانف للقنوات الدمعيه كذا مره في اليوم، وبنبدا ان احنا ننظف العين بكيوتيب
بندلق عليها نقط محلول ملح نظيف لو الافرازات ناشفه وماسكه العين، او نقط ميه دافيه نظيفه اذا كان انف البيبي مسدود بسبب الافرازات او بسبب دور برد. لازم نسلك الانف من خلال نقط محلول ملح نقطه في كل فتحه للانف 3 الى 4 مرات يوميا علشان القنوات الدمعيه السكه بتاعتها تسلك. ازاي نمنع التهاب الملتحمه عند الاطفال وعند البيبيهات؟ اهم حاجه النظافه الشخصيه وغسيل الايد بالصابون، رقم 2 تنظيف عين البيبي وعدم السماح لتراكم الافرازات والاوساخ على زاويه العين، 3 تنظيف انف البيبي او الطفل خاصه لو عنده برد من خلال ان احنا ندي نقط للانف، ممنوع لمس العينين وخاصه اذا كانت احدى العينين فيها التهاب للملتحم، ان افراد الاسره برضو يستخدموا فوط مختلفه للوش. دايما لازم نغير ونغسل كيس المخده بتاع الاطفال. بالنسبه للناس اللي بتلبس عدسات لاصقه، دول عندهم فرص ضخمه ان هم يجي لهم التهاب في الملتحم، وعشان نمنع حدوث ده ممنوع ان هم يناموا وهم لابسين العدسات اللاصقه. دايما ينظفوا بشكل منتظم العدسات اللاصقه بالمحلول الخاص بالعدسات، 3 للعدسات اللاصقه دايما تتعان في العلبه بتاعتها، والعلبه نفسها كمان تتنظف بالمحلول بتاع العدسات اللاصقه. واذا حصل ان الشخص اللي بيلبس العدسات اللاصقه حصل له التهاب في الملتحمه، ممنوع ان هو يلبس العدسات اللاصقه لحد ما يخف. اوعوا تستهونوا باي اعراض تظهر على عين البيبي او على عين الطفل. شاركوا الحلقه ديت مع كل اللي تعرفوهم عندهم اطفال. السلام عليكم.